كم مدرسة بعلم الطاقة موجود؟ في أكثر من 5000 مدرسة. ثلاثة هن الرئيسيات. في عنا مدارس رئيسيات ومدارس فرعية. شو هن المدارس الرئيسيات؟ في عنا مدرسة تشي هي الصينية، هي ماما يعني أم كبيرة. عنا مدرسة تانية الصينية الهندية هي اليوغا. في عنا مدرسة ثالثة اليابانية هي رايكي. ثلاثة رئيسيات من الثلاثة. انتو بتعرفوا احنا في عنا البشرية دائما عنا شو كل استاذ بده يطلع بفكرة. صار عنا ما يقارب اكثر من 5000 مدرسة بالعالم. طيب هدول غلط لما صح ال5000؟ قال كلهم صح وكلهم غلط. كيف؟ قال عنا دول المدارس الرئيسيتين الام اليوغا وتشي. قال هدول وقت بيدرسوا الطاقة بيدرسوا من الألف إلى الياء وجميع الاختصاصات. يعني أنت إذا درست الصيني بتبلش بالرياضة للأعشاب للأبر الصينية، بتنتهي بآخر شيء بشو؟ إنك تحمل حالك وتصير شخص خارق و و و و وتوقف قلبك. لك مليون قصة. وباليوغا نفس الشيء. الرايكي هي أول من بلش يطلع من الموضوع هن اليابانيين. شو قالوا؟ هلا احنا حنختصر على حالنا. الناس عم تحمل حالها بدها تدرس العلوم والرسومات وكذا، بدهم 20 سنة. كلهم مثل موفق رجيلي بيقعد 20 سنة هو عم يطح. لا احنا بدنا نصير اساتذة. اليوم رح تطلعوا اساتذة بالسجن بساعتين يا جماعة وتاخذوا شهادة. احنا طحينا على الشهادة 23 سنة رح حملناها، انتم رح تعملوها بيوم واحد اليوم. قال هيك نظرية اليابانيين. قال والله قال احنا رح نعمل شغلة بسيطة. احنا ناخذ رسوم، اربع رسوم رئيسيات مرتبطه بعقل اللاوعي، ونطالع مدرسه مين ما بيقدر يفوت فيها بخلال اربع اسابيع بصير استاذ. صارت مدرسه، في اشخاص صاروا يبدعوا مدارس لا مال نهايه. كل مين شو ياخذ؟ ياخذ من الماما الكبيره. شو ياخذ؟ شغله ويشتغل عليها. هلا اليوم عندنا واحد كوري نسيبة زرقاء، نظام كوري خاص خلى الاتحاد السوفيتي بجلالة قدره يعمل له أكاديمية، خلى الجامعات الأمريكية تنزلها مادة رئيسية. شو اسمه؟ سمى مدرسته سوجوك. أسهل مدرسة الله خلقها في الكون، تتعلمها خلال ساعة ونص ساعتين تطلع أستاذ فيها، بتعالج 70% من الأمراض. إن شاء الله تكون ما بتعرف لا تقرأ ولا تكتب. وإن شاء الله تكون معك بروفيسور. شو هالمدرسة هي؟ وأفظع شغلة إنه لهلا نحن بالتجريب اللي منكم مع وجع راس، نحن وبابو أنت ما عاد تاخذ وجع راس. البنات اللي عندها مشاكل بالدورة ما عاد في داعي تاخذوا الابرة و و و الديسكات بصير من الماضي ان شاء الله. طيب شو البني ادم اللي قدر يعمل اشياء؟ ابن سينا ما سواها يا جماعة. قال هاد واذا اجا حمل حاله وفات بالابر الصينية. الأبر الصينية بتعتمد على قاعدة نشرح فيها كيف. قال إذا وين ما بيصير مشكلة بالجسم إلا من خلال خلل بالكهرباء. فنحن يا بنستخدم أسلوب الأبر الصينية، هي نظريتها، نستخدم أسلوب مرتبط بالأعشاب يعني بالتغذية الصحيحة، زائد مندور على خلل يعني حمل حاله واحد وجعه ظهره ديسك مثلا. قال هذا بده يعمل نوع من التشنج. فهو ليه صار التشنج؟ لانه هو اللي بيقعد بضل مايل. عمرو الوقت وعم يتفرج على التلفزيون هون الفقرات شو عملت؟ اكسدت. قال هون بده يعمل خلل طاقي. هذا الخلل بيعمل هيك، بيعملها وحده، هي هون هي هون، مثل المسبحه، دوائر متداخله. قال هي بتكون تشنجت
تنشدد بسبب انه صار الطاقة هون ما بتتحرك. بمسكوا الابرة الصينية بحطوها، وهلا حنورجيكم كيف تنحط الابرة الصينية بفيديو انا مساوي لكم اياه بعد شوي. بتحطوا الابرة الصينية عن واحدة من هدول الدوائر وبتسحب الشحنة. بيرجع شو اللي عضلت تعمل؟ بترخي. اخي بس قال الابرة الصينية هي متواجدة وين ما كان. ورجيني الالم هذا بده يستغني بهالالم عن الابر الصينيه وعن جهاز الياباني والصيني والالماني. هذا اي الم او اي شغله مبوزه شكرا لك ثواني بامكانك تستغني فيها. مين قال صديقنا هذا؟ مين؟ الكوري. قال طيب كيف الكوري؟ قال هي شغله ما لها معقده كثير. الصينيين بقواعدهم الرئيسيه وقت بيعالجوا بحطوا الظهر وبيبلشوا وبينتقلوا من الراس للاجرين على حسب الحاله، ولكن العلاج الرئيسي هو من وين؟ من الظهر. قال هذا حلو عنا، شو بدنا بهالقصه؟ قال بما انه هي حلقات، قال الصيني شو بياخذ؟ بياخذ اكبر حلقه وبيحط فيها الابره الصينيه وبينزل حتى يخفف الشحنات. قال هلا عني. فخطرت بباله هو خطا شغله. قال هي مسبحة، بدال ما انا اخذ من النص والحق، اذا انا اخذت بس حبة وسحبتها شو بصير بقية المسبحة؟ قال هي القاعدة. طيب كيف بدي ابنيها؟ قال ببنيها عن طريق الكف، ورد طلع بشغلة ثانية عن طريق شو؟ الاصبعة. هلا رح نلعب لعيبية. هي اللعيبية يا بترسم على ايدك ويكون افضل، او بترسم على شو؟ ايرين يلمك. البنت بتاخذ ايد اليسار والشاب ايد اليمين. انا اخذ اليسار لانه اسهلكم. بتعرفوا هي كنا نلعبها لحنا صغار، هذا انفي، هي هون عيني، هي انفي، تمام. قال هذا هو الشخص الانسان. كمون خط جسمي كله ببلش من هون. رح نبلش وحده وحده. شايفين النقطه عندي هون؟ النقطة هون. اجى واحد قال لك نافوخي هون عم يجاني، مين منكم راسه عم يجعه؟ جاي من الظهر. خلينا اول شيء هلا استاذ يلا خلينا اول شيء على الراس. طبعا الصور هي كلها موجودة مع افلام توثيقية بالاكاديمية موجودة، بتاخذوا عنوان اكاديمية موجودة، بتفوتوا بتلاقوها بتحملوها. اللي ما قدر يرسم الرسمات كلها. قال هذا وجع الراس هون، بس انتم بتاخذوا بالبدايه اذا رسمت الرسمه بصير هلا بتعرفوا المخطط كله. اجى احد قال لك راسي عم يجعني هون. مين راسه عم يجعه يجي لعندي نعمل التجربه عليه؟ ما شاء الله ما في حدا، انا بعد اعرف العاده الشعب السوري كله راسه عم يجعه هلا ما في، والله ممتاز. جماعه البيئه والله هيك 100 100. اوكي. هلا بشوف شغله ثانيه. قال في شغله هون عندنا. قال انا كيف بدي اعرف النقطه؟ النقطه هي قديش قدها بتكون؟ هلا هم كبرين لكم اياها، هي النقطه شايفين تقريبا قد بوزه القلم. طيب كيف بدي اعرفها؟ قال بمسك عوده نكاش تستان خشب ما في القلم، تمام، شيء انك ما تجرح، وبتطلع بتمسك لها للبنت ايدها اليسار وللشاب وبتطلع بالعين بعينه. قال لك راسي عم يجعني هون، تمسك بعد اذنك. عم نعمل هيك بضغط ضغطه وطلع بالعين. ما حكى شيء، ما بحكي، بضل بضغط. في ضغط يعمل هيك. قال هي علق فيها، بضغط عليها. لك لا 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 عضلات بتلاقي من شو صلوا. بتضل ضاغط عليها 30 ثانية. ترجع بتريحها، بتاخذ الاصبع الثاني. بتلاقي نفس المكان موجودة. ضل بتاخذ الخمس اصابع، إذا بقى شقيقة وصل لها 10 15 سنة بتعتاد 10 اصابع. إذا شغلتها سنة وما لها مطولة 3 اصابع، اصبعتين. بتبلش أنت تضغط وما بتعود تلاقي منطقة الألم، ترجع لعند الأولاني تضغط بقول لك ما في شيء. طيب شوف راسك يعني هيك، والله كان معي شقيقة وينها؟ قال هي بتعالج هلا اذا ما كان فقط في شو ضربه، يعني مثلا واحد جاي عامل حادث
وبعدين طيب راسه بصير بيستغني عن المسكنات، مو بتروح الضغط، يعني بتعالج اي شيء مو مرتبط بفكاء او بكسور. والله ناطح الحيط زين عامل حادث مشوق راسه والدكاتره عاملين له مناطق بغير طبيعتها ويجي السجك، لا سجك بده نبي هي ليصبطه، ما عاد يزبط هذا، بده هذا شغله ثانيه غير مختلفه تماما. اما اذا كانت القصه يا اخي مثل هلا المرض الجديد اللي متحرك عنا كثير بسبب الموبايلات كله واتساب الرقبه، تمام، يعني ما مشكله بالرقبه هلا منظبطه على الثواني دغري على الحارك ما بده شيء. قال هي بدايتها لشغله سهله هي تبع الراس، هي عنا اول نقطه. النقطه الثانيه قال بفتل الايد بالعكس، بيجيني الوجع راس وين؟ شايفين؟ شايفين الضفر؟ تمام. مين هلا يجرب كل مين بحاله؟ مين رقبته هيك حاسسها مالها تمام؟ هلا الموظفين كلكم يلا امسكوا لهم جربوا. قال لي ما بده يجي لعندي لجرب له انا. نعم ما في ولو متطوع والله. تعال استاذ شرف لعندي، تعال 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 استاذي. الله يعافيك، تفضل. وين وجعك؟ خليكم معي يا اساتذه. طيب اعطيني ايدك، اعطوني اي الم اي قصه. شكرا لك. قال بلش طلعوا شو بساوي؟ عيني وين؟ تسلمي العيون حلوين. عفوا استاذ شو اسمه؟ سعيد. استاذ سعيد اهلا وسهلا. تمام. في شيء هون؟ مسكناها تمام، نعمل له هيك. هلا ساعتها مجاك استاذ سعيد راس ربطه. لا 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 لا، ما من حقك ثلاث مسبات وبعدين ارفع عليك دعوه. شايفين عيون محلاها كيف تغزل لحالها؟ ممتاز. حتى ما عم نتحمل شو؟ ليش ما عم اضغط اكثر من 30 ثانيه؟ لانه الالم شو؟ لا مبوز زياده مشان ما شو؟ مو تبخش له اصبعته للزلمه، رو يعني خليك حنون، يعني لو كان هلا انتم ما بتعرفوا متفق انا وياه. ممتاز. اي هلا قبل ما اكمل حرك استاذ سعيد اللي شو صار؟ تمام شوية تحسن، معناتها بدك تاكل لك كم وحدة ثانية. يلا استاذ سعيد شايفين عيون؟ احفظوا العيون. ها طبعا هون الرجال بيعملوا هيك نسوا عادي اوكي. شايفين تحسن بلا شو؟ انا بعرف اذا تحسن لنا ملاء من شو؟ بلاش تحسن. جرب هلا رقبتها. الله يعافيك شكرا لك. خلصنا. طولي بالك جايين. استاذ هلا كله ان شاء الله بتطلع ولا ما في شيء عندنا مشكله. فتخيلوا هذا شو عمل؟ كبوا كل شيء حكينا. تمام. وبكل بساطة نحن عم نعمل، ومو بس نحن والأساتذة اللي علمونا الاختصاص قدام عينك، أخذ طاقة مجانين وسعرها ونصابين، هم وعالجوا مثل حكايتنا من دون أدوية ب 30 ثانية. بدون تصوير
ومن دون أدوية إلا إذا ما اتفقنا والأستاذ سعيد ما بشو خورفكم بكرة بالأكاديمية. شو أستاذ سعيد؟ في اتفاق بيني وبينك هاي. طيب مين بيقدر يقول لي ليش بالبداية أخذته وعطيت معه وسألته عن اسمه؟ مشانكم أنتوا وقاعد قدامكم هلا هذا لحاله شو عم يعمل؟ توتر. يعني شايف واحد جايين بشعر طويل ورابط شعره وعلاج بثلاثين ثانية، هذا أكيد ماشي عفريت اللي عم يسلب علينا، فهذا في شيء بده يعمل نوع من هال قال الشخص اللي بده يعالج شو بده يكون؟ وشه بشوش. تمام؟ ونصيحة بزمانه أنا صايت معي مشان أنتوا هي، أنا زمانه أكلت كف بحياتي، ألعبت القتال بحياتي 27 سنة ما حدا وصل له شيء، أنا مرة وحيدة أكلت كف بحياتي. شو هي؟ من مريضة عمها مرضى من كتب عم تجعها عم إيدي أخذي على كف، راح اخترقني كف، فانتبهوا هيك خاصة البنات، أعمل هيك راسك، هدول ردة فعل الله أعلم شو هي، فخليكم على حذر وريحوا حالكم. وفي منه لسانه طويل يعني بتاكل لك كم سبه بالمعيه فلا تضغط زياده يعني ريح حالك مو تمسك لك شيء حدا تروح الصوت بياخذوا عليك فكره ثانيه بعدين. اوكي هلا عرفنا عندنا مشكله يا زلمه اخ راسي صبغين شو بساوي؟ هي بدها شو؟ مو ألمين شو ألمين أول ما طحت قال في كمان قال عنه قصة جديدة هلا العلم هذا تطور كيف تطور؟ قال وصل لمرحلة إنه يستخدموا شغلة اسمها البذور البذور كيف هي البذور؟ قال في انواع بذور فيها جزء سلبي وفي انواع بذور فيها ايجابي. الايجابي هي بذره التفاح والسلبي بذره الفلفل. هيك شايف الفلفل؟ مين منكم عنده مشاكل بالنظر؟ كل شيء دريس. اوكي مين حابب عيونه تصير هيك عليها جوهر عالي؟ هلا بنحكي عليها كمان من خلال البذور، بس اول شيء خلينا نخلص هي النقطة، قال احنا إذا واحد عنده نوع من أنواع المشاكل بالراس لدرجة إنك إذا بدك تضغط هذا ما بكفي 30 ثانية، هذا من الأشخاص مدمن كحول. مدمن أدوية بطريقة مرعبة، يعني هذا شو بدك تعمل فيه؟ أي بس بدي أحط أعملكم ملاحظة مهمة. كل شيء بدك تعمل له علاج لازم ما يكون اخذ لا ادويه ولا كحول. اقل لا لازم يكون مو اخذ وبعجك من السيتامول، اذا اخذه انا بضيع النقطه. انه على المدى يعني مو اخذ ولا بس؟ لا بس فتره لازم يكون اقل شيء ست ساعات مو اخذ او بتضيع عندي على النقطه. فهمت علي؟ يعني يجي واحد اخذ لك حبه بنادول. بيضيعك بصير تعمل النقطة شو بيعمل البنادول التخدير وصير وين ما عم تضغط رح تبخش له ايديه ما بتلاقي النقطة بتقول العمى والله طلع ضحك علينا الاستاذ لا في سجن كلها في شيء متفق هو الاستاذ سعيد علينا لك لا يا اخي الاستاذ سعيد ما اخذ بنادول هو جاي لعندي لو اخذ كان ما ضبطت القصة البنادول شو بيعمل او المسكن واللي قال عن اللي بيضرب لك كاس وبيجي لعندك خالصة القصة بتدور هي سكين كذا بجوز ما تلاقي شيء قال بدنا يجينا واحد هيك نظيف. فمعناتها المعالج اول شغله شو اذا بدي اعالج حدا شو بيقول له؟ بعدني عن شو؟ نحن والكيماويات مالنا صاحبي. قال بس هذا زلمه عنده يعني شقيقه او مشكله غير عاديه. يعني واصل لحد انه الزلمه مدمن يعني مدمن ادويه. جايك والله معي شقيقة 20 سنة صلي يا ستة 30 ثانية مو منطقي شو بعمل هذا بجيب فلفلتين حبتين فلفل أسود أسود لأنه سلبي والسلبي بيأكل سلبي قال بضغط على النقطة بعرفها فينا وبحط الفلفلاية وبلفلها يا بجو لزقة طبية وبعطيه كم فلفلاي وبقول له كل ساعتين بتبدل الفلفلات
لا تخلوه أكثر من أربع ساعات. أربع ساعات الفلفل احتمال يسقط بالإيد. ساعتين كل ساعتين بيبدلون. قال ببلش يبدلون. قال هذا ما بيحس إلا شيء عم يسحب لفترة يوم 48 ساعة بالكثير. طبعا ينام ولا بينام بإيمون. تمام 48 ساعة يعالج من المرض قد ما كان خطر. طبق بس على هذا الإصبع يعني؟ على كل شيء. هلا بناخذ بامكانك الطبيعيه الفلفل الاسود على اي نقطه متفاحل المشكله فيها شو واصله لمرحله غير عادي. مثلا شخص صابته جرثومه بعينه وواصل لمرحله انه هي عن طريق ضغطه ما بتزبط. هلا بناخذ نقطه الله ونحط له الفلفل تمام وبتتعقم عينه. يعني اللي بيعملها نقطه العيون هلا بنعطيكم اياها بحطها حبتين بيعملها لمده ساعتين عيونه بصيروا كثير قوايا. ولا احنا نعرف كيف من اكثر من اربع ساعات ما بيتحمل الجلد احتمال يسقب وخاصه اذا بنت الى الست يعني كثير ناعمه. لا مو كثير عند الزئه عاديه بس لا تعملوا اكثر من اربع. هو اربع من فوق الاربع ساعات صار خطره على الجلد. هلا هي شو خطره تعمل مثل ثقب او وجع مشان ما لانه انت منطقه حساسه. هلا في اشخاص الالم وين بيكون؟ تمام بالجبهه كمان نفس الحكي. هلا هون شغله حطيناه هذا هون ما له اذنين هذا الزلمه. قال هون اي مشكله بالدينه وين بتعالجها؟ اطراف. طيب رح اوقف انا هون. احتمال واحد ممكن يكون معه مشكلة براسه بس الساعتها خفيفة او مثل يقولوا راسه يابس. في ناس راسه يابس ما بترد على الالم. او في ناس بداية الالم مع او بداية الدينة تبعه فيها مشاكل. اكيد في احتمال. قال هي بتطلع الكهرباء اللي فيها مشكلة قبل 3 شهور. يعني الزبزبة بتطلع قبل 3 شهور. طيب شو بدي اعمل انا؟ قال كل واحد فيكم هلأ يفحص شو؟ راسه. لانك اذا فحصته هلا بيعطيك اذا في مشكله قبل 3 شهور اذا جسمك متجهز يصير في عنده مشكله. فان احنا ما نقدر ساعتها نعرف الامراض. هلا متى ما حفظتوا القصه الزلمه قبل من 3 شهور لاربع سنوات قبل ما يصير الديسك بامكانك تعرفه. برافو عليك. ما معكم هلا هلا نعرفها كيف. هاي الأدنين من خلال شو؟ طيب أي أصبع اتفقنا؟ كل الأصابع بس أول أصبع نبلش شوية بام قول إحنا شو؟ وعنا صورة هون. هلا هدول العيون. هلا كنا بنحب العيون الحلوة من دون عدسات يا جماعة. شو بنعمل؟ حبتين فلفل مثل ما اتفقنا ومنلفهم وشوف عيونك كيف بيصيروا. تمام. طيب إذا كنا والله مخلوقة حاطة العدسات وحطيت هدول بصير؟ لا طبعا. ليش؟ برافو عليك. لأنه هو شايف شغلة غريبة الجسم هون. فأنت وإذا بدك تبعد عن أي شغلات شو؟ غريبة. هو رافضها هلا لأنه هو شايفها هي شغلة مو من الجسم نفسه فبيجوز يفكرها شو؟ طيب هدول العينتين اللي رسمتهم انا بديكم ها ثلاثين. هلا على حسب اذا في مشكله بعيونك اما لا. فهمت علي؟ اذا واحد معه مشكله تمام انت عم تضغطيهم بس منطقه العينتين مو صعبين بتحددوها من خلال وحبه الفلفل كبيره يعني الا ما تيجي عليها. فهي المنطقه ما بتلبك كثير مو مثل الراس. الراس النقط تبعه اكثر بكثير. موبايله مين الاستاذ اللي ما بيستغني على واتساب؟ اه النقاط تبع العينتين غير النقاط تبع الصدغين معلش الصدغين معلش طبعا طبعا والعينتين لتحت تمام تمام اكيد استاذه. اتفقنا النقطه هي بالنص الانف وفوق من العينتين. ليك هلا بورجيكم اياها بطريقه ثانيه. ليك هاي الصوره تفرجوا كيف؟ على الاصبع. عمليه آه.
هلا بتعطيكي فايده اكيد، بس احنا عندنا قاعده بالطاقه، اي عضو نعمل له عمليه ما بنعرف اذا بيتقبل الجسم ولا لا. اما طول ما في عمليات، يعني هلا اذا حدا منكم معه كلاوي هلا قدام الناس كلها بعملكم شغله، بخليه الرمل كله يطلع والكلاوي تبعه تزبط، بس ما يكون في عمليه. يعني هلا بعلمكم حتى اذا شخص بده خسيل كلاوي من دون خسيل كلاوي. عفوا هلا شوف بحسن اذا بتداومي عليها كثير بتحسن، بس في شغله ايام اللي بيكون في انحراف هذا بتضيف له تمرين ثاني. هلا احنا هناخذ لكل مرض شو الشغلات اللي ما بتعالج بالسجق بتضيف له. هذا في تمرين اسمه تمرين البدوي. شو هو تمرين البدوي؟ كلنا بنعرف انه البدوي نظره قوي، عنده ميزتين البدوي مشان نظره قوي. التمرين الشغله الاولى انه بيطلع على الفلا، نحن بنطلع بالحيطه، فهذا شو بيعمل؟ بيعمل مشكله. الشغله الثانيه هو شو بيعمل؟ بيشوف الغنمه او العصفور بضرب راقبهم، فعندك تدريب بدك تحمي حالك تقعد هون وتشوف عصفور طاير بالسماء طلع عم تلحقه من دون ما تحرك راسك، او تطلع ومتطلع لفوق الاقصى شيء لتحت يمين يسار وتتدرب انه تتحرك. يعني انا بقصد طلع على الاستاذ وشايف شو اللي حواليه وشايف فوق، قال هذا التدريب بدك تبلش تدرب، بدك دائما تتعلم قصه، تطلع هون وتشوف هون، شوف هون، شوف فوق، شوف تحت. هذا التدريب وإذا بتعمله بيساعد على الانحراف، تمام؟ غير هيك الدويرة. هذا التدريب من أهم الشغلات بيساعد على الانحراف. وكل ما طلعتوا حملتوا حالكم طلعتوا على البحر طلعوا لوين؟ هلا السماء بس ما تكون في شمس ولا تكون يعني تكون ولا تكون عتمه يعني، وهي صعبه تلاقيها بقى. فيفضل انك تطلعي اذا عندكم بالكون انت ماشي بالطريق طلعي هيك، يعني حاولي تطلعي هيك وتشوفي حواليك بشو. هي تدريب كنا ندربه كثير بالرياضه بالفنون القتاليه، انه نحن مطلوب منا ما نطلع على خصمنا ونشوف خصمنا شو عم يساوي مشان نقوي شو، وهذا تدربه. وفي تدريب ثاني لهالقصة، بدي متطوع او متطوعه لك تعوا انت لا تخافوا ما مخوف هيك. في تدريب استاذ سعيد ما في غيرك طيب شغل تفضلي توقفي هون تفضلي استاذي واقف استاذ هون. هلا في تدريب هذا كثير مهم بالطاقة، حطوا عليك بدي احط الصورة مرين صوتي على المكان طلعوا علي التدريب وكاكو تدربوه مع حدا، وهذا هذا بيروح عندك الخوف، بيقوي طاقتك، بصير عندك نظرة صاخبة. إذا لاحظتوا أنا عم أعطي المحاضرة كم مرة لفت عيني؟ طيب ما لاحظتوا ليش هالحكي؟ قال لأنه في عنا تدريبات. الشخص اللي ما بترف عينه بيكون طاقته إذا بيطلع بيقدر يصل للقلب ويوصل الكلمة اللي بده إياها وبيقدر ينيم الأشخاص. تنويم جزئي من دون ما يعرفوا، يعني أكيد أنتم نايمين هلا. إحنا ما عارف كيف. عم بلش الأستاذ سعيد. أكيد يعني. جيد. شايفين هي الرقفة؟ لازم تكون موجودة. طيب رح نرجع. أكيد أنا ما جاي هون متفق أنا وياك، يعني معقولة عيوني السمع العيون حلوة أستاذ سعيد يلا ركز ركز ركز. جيد ممتاز. طلع طلع طلع. لا. تفضل يا حزة. من سوان بيقولوا عن الأوايا. يلا 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 يلا. رجع 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 رجع. طيب هلا هيك هيك هيك. ممتاز. قال هاد شو بيساوي؟ ببلش يقوي لك العين وتطلع طاقتك اللي بدك اياها. تفضلوا هلا بدنا نشوف فوائد التمرين هذا. هاي بدها تنام.
بس يكون واثقة منه يكون بلش بتدريب انك مين ما قرب على عينك تركز. اه شو بيساوي هاد؟ ولا انا بحكي قصة وطمع هيك القصة يا جماعة الطاقة بتعرفوا انه هي مدرسة كويسة. عم تقتق وعيني شو عم تعمل؟ قال هاد نحن ولا بنحكي عيوننا هي بتطالع طاقة. وين بتدخل؟ بتدخل بالعين الثالثة وتخترق القلب او تخترق هيك الشاكرات على حسب المعلومة اللي انا عم احكيها. بتبلش تبرمج. انا كل رفة عين الي شو عملت؟ فلازم المحاضر المحترف انت رفع عينه وده بيسكت من المعلومة. انا عم احكي على معلومة انا بدي ريح عيني وبسكت شوي بريحها مع سكتي وبرد بكمل معلومتي. اكبر غلطة المحاضر او انت عم توصل كلمة قالوا خاصة اذا كنت معالج. والله يا انسى بدي عالجيك بالسجوك. ايه مبين عليك مو واثق من حالك يا استاذ. استغربت علي؟ يعني خذوا الصبايا اذا اجى واحد بده يحكي كلمتين حلوة عم يعمل هيك يضرب براسه تلبك بحاله تمام. وكمان بنفس الوقت اذا حملت حالنا قاعد شب وبنت وحمل حاله وجقرت والله زبط هي مو خرج والله واحد يفوت مع هي ناولية هي بتخوف المخلوقات. رفت عينه والله هي طريه البنت خالصه مستحيل مو هيك بيحكوا بيناتهم. لك نحن بالله وهي بنعرفها. قالوا جماعه الطاقه عرفوا. فاول تدريب تدريب العيون تمام. قال هذا بيخليك توصل انك تنيم الناس جزئي. طيب ليش بدي نيمهم جزئي؟ بدي نيمهم جزئي مشان اعالجهم انا. لان هو هذا الشخص اللي ماسك ايده حاكي بعلاج متوتر تمام. نرجع للعيون. معناته تدريب العيون عندنا طاقة هون بتطلع رهيبة